رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك، هوديهم الأهلي بتوك توك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. ياريت الناس الجديدة اللي ما اشتركتش في القناة تشترك معنا في القناة عشان يوصلك كل جديد من الأخبار، والناس المشتركة معنا بالفعل ياريت ما تبخلش علينا باللايك. أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه على استعداد لرحيل ثنائي القلعة البيضاء إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب: بالنسبة للناس اللي بتحتفل عليه اللي بتحفل علينا عشان يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، أقسم بالله لو الاثنين عايزين يروحوا الأهلي هاخد توك توك وأوصلهم لغاية هناك. وأضاف: الفيلم اللي اتعمل ده عشان يزودوا 4 مليون جنيه في بيراميدز هيعدي عليا. واختتم رسالته إلى رئيس نادي بيراميدز بالآتي: هو ينفع تسيب 3 أو 4 من الإدارة يمضوا اللعيبة الزمالك، بس ابعدهم عن لعيبة الزمالك. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، دمتم في رعاية الله.